مرحبا. سبق وحكيت شوي منكم بيعرف انه من 7 سنين انا ابتديت من تحت الصفر. من 7 سنين كان ابني مع امي بالشام وبنتي بسويسرا، طلعت رحلة مع المدرسة. ومن 7 سنين انا كان المفروض اترك البيت بدبي لاني انا انفصلت، كمان قلت فصلت ورفقاتي عزموني على مربية، سافرت معهم اسبانيا وانا يعني بحالة مادية مزرية، تقريبا يعني ما كان عندي حتى مثلا يعني اكثر من $100 وقتها. بعرف كنت ناس كتير هناك لقيتهم من اصحابي باسبانيا، وانا يعني كانت عزمتني صاحبتي وجوزها مشكورين سلمى ومروان. كان عندي مشكلة كيف بدي ارجع بعدين على دبي لانه ما عندي مكان اساسا ارجع له اطلاقا، ومعي الاولاد ومعي ماما وما بعرف شو بدي اعمل. عندي وحده صاحبه هناك اسمها حنان، يعني وحتى هي ام صاحباتي كمان. حنان حكيت مع وحده ست ما بعرفها، اجتمعت فيها مره، حسيت يعني انه انا عندي ازمه وما بعرف شو بدي اعمل وكيف بدي ارجع دبي، وكان عندي مشكله اني ارجع على الشام يعني مطلقه ومعي اولاد وما كان عندي حل يعني الحقيقه. ولسه ما كنت اشتغلت ولا حفلة ولا كان عندي أي، ما كان عندي إطلاقاً أي شيء، لا بنك ولا شيء بيعه ولا عندي أي شيء بالتاريخ. المهم إنه حنان حكيت مع صاحبتها حكيت مع ناس بالإمارات قالت لهم أصالة ظروفها سيئة، والناس هدول قالوا لها إنه نحن بدنا أصالة تقعد عندنا بيت ما بدنا إياه، خلي أصالة تقعد فيه هي وولادها ونزبط لها إياه ونزبط لها الدنيا. وهيك أنا وقت قالت لي طبعاً كتير أنا يعني بنحرج من الأشياء اللي أبسط من هيك، فما بالكم موقف من هاد. طبعاً قضيتها يمكن أسبوع ببكي على الحال اللي أنا فيه، وببكي إنه ناس ما بعرفهم أساساً بدهم يعطوني بيتهم، والموضوع كتير كان بالنسبة لي محرج بشكل فظيع، بس ما كان عندي خيار أساساً. يعني قبلت وأنا متشكرتهم، قلت لها إنه ممكن طيب يعني أنا شغيلة ممكن لما أشتغل والدنيا تزبط ادفع لهم أجار البيت يعني كان استأجرته. قالت لي إننا رافضينه بشدة ومبسوطين وإلى آخره، هوني كتير لطفة يعني جماعة. حكيتهم على التليفون حاولوا هيك يختصروا، حسوا إنه أنا كتير محرجة فما أحرجوني بزيادة. نزلت على دبي، المهم قعدت بهذا البيت قضيت فيه أيام كتير كتير رائعة. حاولت بعد فترة، بعد 6-7 شهور كانت الحمد لله الدنيا زبطت معي، زبطت كتير يعني وبسرعة، رب العالمين وقف جنبي وناس كتير ساعدتني وعملت شغل كتير وتفاصيل كتير بحكي لكم يا حبيب بكل مرة بكل سهرة. مهم اني بدي روح عندي جماعة اتشكرهم، جماعة اللي ضيفوني بيتهم، وبدي حتى اترجعهم انه انا صار معي مصاري خلاص رجعت اشتغل، بدي اعطيكم يعني اي فلوس، بس حس اني قاعدة يعني عم بدفع بالبيت كتير محرجة. رفضوا حتى انهم يقابلوني، حسوا انه انا كتير كتير محرجة، حسوا من التليفون هن الاماراتية. وكل ما كنت قلهم انه بليز انا بدي اجي اعملكم زيارة وفي موضوع لازم قلكم عليه وانا كتير محرجة اقعد بالبيت ببلاش، يأجلوا اللقاء. سافرت من دبي بعد 2 سنين بدون ما اجتمع مع هدول الاشخاص اللي ضيفوني بيتهم لمدة 2 سنين وقفوا جنبي بهالسرعة الهائلة وانا ما بعرفهم اطلاقا. كيف في ناس قادرة انها تعمل معروف ويعملوا خير بهالشكل النبيل، لأنه بيعرفوني شخصيا يعني على الأقل وبدون ما يرضوا حتى أنهم يلتقوا فيي، بس من عند الإحراج لأنه حسوا من المكالمات أني أنا محرجة. هذا الممنونة لألون ما حييت لأنه وقفوا معي موقف، أكيد لولا كان وضعي بيكون كتير كتير صعب بأيام. المرة الجاي بقى بدي أحكي لكم على حد عكس ذلك. I'm not afraid.
هلو وسهلا. هاي حلو. هاي تمام تمام شو اخبارك؟ هاي حبيبي اهلا وسهلا. استنى استنى طلعني معك. خليه مفتوح. خليه تعال. حلو منيح. هاي حلو. انت شو اخبارك؟ الحمد لله. تعفان ولا لا؟ انا اي لا يعني مو تعفان. لا ما هو هن زيتهم. هن ذاتهم بيروحوا بيرجعوا. بيروحوا بيرجعوا. انا بالنسبه لي هلا راجعين. هلا فوت تفضل. يعني تفضل من الضيق. يا عيني. اهلا 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 اهلا. مساء الخير. هاي تعرفهم طبعا كلهم الشباب. نعرفهم من قبل. كيف تمام؟ يعطيك العافيه. كيفك يا حلو؟ شو اخبارك جوج؟ كل شيء تمام؟ كيف الاوضاع؟ انت وين جاي؟ من وين؟ من لبنان هلا. والله جاي. ايه على طول. برافو عليك. دغري. وكل شيء تمام؟ كله تمام. الدنيا رايقه. هذا البوم الجديد صار له حلو كثير. 3 أسابيع تقريبا نازل. والله الف مبروك. يعني انت بعدي بشوي. مزبوط. انا يمكن صار لي شهرين. انا صار لي شهر يمكن شهر هلا ماكسيموم. شهر صار له نازل. ومين عامل لك كل الاغاني؟ 11 اغنية منوعين. منوعين ما بتشتغل مع شخص واحد. شكلين. هيك الصور جوا. ومين عامل لك الديزاين؟ رائع. شادي اسمه. شادي اللي عامل ديزاين. وروجي كارزل الصور. بحبهم هدول الصور الطبيعية. انا كثير بحبهم. يعني صورك بسيطة بشكل. ما هيك قلنا ما بدنا نعمل شيء بوزي يعني على طول هيك بوزات وكذا. بناخذ قصص هيك. شو بدي اقول؟ يعني بعملهم يعني بس بتضايق بشكل جوج. بتضايق لدرجة اني بعرق اكره ما علي هدول الاشياء اللي بيعملوا صورة هي بياخذوها بلحظة هيك. يا الله بالحرج. يعني هلا وانا عم بتذكر عرقت اساسا. وانا دائما لازم اعرق من فوق هيك تمي هي المنطقة. المهم وكيف الدنيا ماشية؟ الحمد لله. وين وين أكثر شيء أنت بينزعلك أغاني؟ يعني بتتفق معنا أنت مع روتانا ولا لا؟ أنا لا هلا مع وتري. قبل ميلودي كانت موهوم. هلا بلبنان بلش شوي الأغاني. في أغنيتين مصري هلا بمصر عاملين. الوردة. الورد. الورد. الورد ورايحين على الورد. كل أصحابي قالوا لي عليها. كله ميت عليها. كثير كثير حبوها. حلوة الأغنية. عاملة جو حلو. كثير حلوه. وانت عندك بتعرف انه يعني بالنسبه لي انا واحدة من احلى الاغاني الوطنيه اللي سمعتها بحياتي. لبنان رح يرجع. احلى اغنيه وطنيه سمعتها للبنان صح؟ يعني انعملت على الاقل بالعشر سنين هدول الاخيرات. الحمد لله. سمعت كثير انه هيك ذكرتنا بلاجئه عمر لبنان وكذا. انا فكرت انه اغنيه قديمه انت جددتها. مزبوط. انا في كثير مفكرين انه اغنيه قديمه مجدده. لا هي اغنيه جديده. هي كلام ولحن جديد. هي كلام ولحن مين؟ سمير نخلي الكلام وهشام بولس اللحن. داني حلو التوزيع. اي شاطرين شاطرين. شاطرين. للاسف انا ما اشتغلت معهم ابدا ولا مره. طب شو حافظ من الاشياء القديمه اللي كانوا بيغنوها؟ فيروز وديع. يعني شو حافظ؟ كانت هي يا الله. لما يجوا الشباب بنغني نفسي حافظها. سهره ليله عيد ولا سهره حب ولا لا علاقه بالعيد. مزبوط. بس مش حافظك. كانوا صغار وعمرهم. طب شو حافظ من الديوهات هاي القديمه؟ بنجربها. يمكن حافظ شوي منها. هيدي شو تبلش دخلك هيدي؟ انا كنت حافظتها من بدايتها وغنيتها 100 مره. مين اللي فتح الرد صح؟ انا اللي فتحت الرد. وليش الرد طبعا مو حافظينها. طبعا حافظينها. كلنا مش حافظينها. ما زبطت. طب تعالوا نعمل شيء لكان هيك من هدول الاغاني. في غنيه كانت لنصيف موت عليها. نصر شمس الدين. لا نصيف. جوزيف نصيف. شوي كثير نسيت. نسيت اغنيه كنت تحبها كثير. غنيتها انا مره. بدي اشوفك كل يوم لعصام رجب. يلا بحبها كثير. بدي اشوفك كل يوم. بحبها هي المرحله. يلا من الاغاني. تيرارا. بدي شوفك كل ما حافظينها يا شباب. وانا بقعد بشد حالي فيكم. شريف هحرق لك اصابعك. وينها موجوده؟ 17. اي مين غناها هاي بيب؟ في حدا غناها؟ يعني عصام رج. لا لا ابا كارول صقر. كارول صقر. اي شو بحبها. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي. لا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي.
سلم علي بكرة وعشية وتسلم علي بكرة وعشية خبيك بعيني اصحابك ببيروت؟ الملحنين والشعراء اللي بنشتغل معهم، وفي اصحاب بعاد عن الفن، يعني هدول هيك البلاي ستيشن وكذا. انت كمان مدمن بلاي ستيشن؟ مش كتير يعني، منيح بس بلعب كل أنا فتره. ابني امبارح كان عنده مباريات فوتبول فيفا. لا بالبلاي ستيشن، فعلى اساس انه اللي بيفوز بياخذ بلاي ستيشن. طبعا ما فاز، مع انه حرام ماله نايم، كان كتير كتير مبسوط بالفكره. بس شكلها صعب. انا عمري ما لعبت بلاي ستيشن. هلا انا مش كل يوم يعني، بس كل فتره هيك بنعمل قعده مع الاصحاب شوي. انت اصحاب هون مع احمد سعد؟ بعرفه اكيد اكيد، بعرفه بعرف اغانيه. بس مين بس عندك اول رفقه بمصر؟ بمصر عندي اصحاب مش يعني فنانين، مش كثير، ما عندي كثير اصحاب فنانين. عندي اللي كانوا معنا بستار اكاديمي يعني. بستار اكاديمي وقتها انت هاني. كان في هاني وهاني حسين ومروه. ايه مين ذكرني؟ اتذكر انا رأيها ابراهيم. الله ايه هو الشباب الصبايا اللي ومين كانوا كمان معنا. مين حدا من الاسماء؟ ايمن. لا شو أيمن كان اسمه؟ بشار. مو وانتم مو وقت بشار. بشار قبل بشار كويتي. بشار ايه بس بشار كان اللي قبل الون. اول اول واحد انت اول سي انا الثالث صح. نعم. انت شو اللي فزت فيها وقت الاغنيه؟ لا انا هي مش اغنيه، هي هو شو كله. اي يعني بعرف، بس اخر اغنيه غنيتها بحس هي بتكون خير. يلا شو غنيت اخر شيء؟ غنيت مع الدكتور وديع الصافي سيجنا لبنان وزرعنا تلالك وشو الثالثه مدلي. هلا اليوم ايمن غني سيجنا لبنان وعلينا سياجو. غني لي اياها هاي. يلا يلا شو بحبها؟ قول بيت سول. هو سيجنا لبنان، هو علينا سياجه، هو هالبيت العمران شعشعنا سراجه. سيجنا لبنان، هو علينا سياجه، هو هالبيت العمران شعشعنا سراجه. والإنسان في بيته بيرتاح، ليش يمشي من غير جناح؟ الإنسان في بيته بيرتاح، ليش يمشي من غير جناح؟ تارك حاله للأرياح والعش بيغطي دراجه. لك سيجنا لبنان، هو علينا سياجه، وهالبيت العمران شعشعنا سراجه. يا بسيجنا لبنان،
حلينا سياجه هو هالبيت العمران شعشع نسراجه. هاي تصور مو من الاغاني اللي كثير بعرفها لوديع الصافي. قال عظيم. يلا ما اجملها. شو تشرب بيب؟ انا مثل ما بدك. شو اورنج؟ في كل شيء. عصير يعني؟ عصير. اوكي. عصير عصير. اي عصير؟ مغيرة الديكوريشن السنة. مغيرين عطية بقى. السنة الماضية كنتوا. لا السنة الماضية ما كان المطبخ عاجبني. كان هاي تك. يعني طبعا المطبخ اشتكى مني كان من كثر ما نقيت عليه. تعال جوج تعال. يلا. يعني هذا بسموه سمر هاوس بيب. طلع الفواكه لبرا. هيدي. طلعون. ايوه في تشيز كمان ورا. في جبنة. حطيت لك هونيك جبنة إذا بدك. حطوا هونيك الفواكه أو هون؟ وين ما بدك حطهم هون مشان أي حدا بده. يلا. هيدي الفواكه عنك. استنى استنى احط لك هوني. شكرا. حلو الخشب. عارف المطبخ كثير انا بحب جو جو البيت حلو هيك. انا بحب الخشب اللي مو منظف مو مزبط هيك. يعني يكون كثير كثير حقيقي. كثير بحبه لانه ما عدنا شفنا اشياء كثير حقيقيه ابو جوج. صح 100%. انا جاي على بالي نسكافيه بس بستنى شوي ليجوا الضيوف بشرب معاهم. تيرا. عمل ديوهات بحياتك مع مين؟ مع حدا من الجداد ما عمل؟ لا بعد بعد انا مش عامل ولا ديو خاص بعد. يعني ديو انا وحدا يعني بعد ابدا مرة. بس يعني ملاحظ انه الناس اساسا انه انتم بلبنان كتار كتير يعني كمغنيين وبلد صغير. صح اكثر من كتير مطربين ومطربات كتار كتير. مش معقول عنا رهيب وما في يعني ما بتطلعوا هيك اختراعات بتحس انه كل حدا مشغول بحاله. صح. بغير هيك يعني في كم هائل من الفنانين على البلد صغير يعني على بلد صغير. بس مزبوط. سبحان الله كيف ظابطه يعني مرات كثير بتزبط انه اغلب الفنانين المشاهير من لبنان. الحمد لله. لا في يعني في اكثر من في طبعا يعني طبعا في مصر لبنان يعني في مصر في تونس بس يعني في لبنان ايه بس بضل مصر بعد لبنان. ليك لبنان بتحسي انه طريق يعني كيف مثلا اللبناني بده يجي على مصر بده يروح على تونس بده يقطع بسوريا بده يعني في مناطق خلص صارت معروفه الفن انه لازم الفنان يقطع فيها تيكون على ليفل معين يعني. ولبنان وحده منها يعني هاي الحقيقه. بس كمان تحس انه انت بتركز بمصر يعني بتركز لما بتغني انه اغنيتك تنحب بمصر. هلا انا هلا عامل يعني قبل ايه قبل ورد. عملت لينا رب. انا سامع لينا رب لاغنيه فيلم. لا. هنعيش لنا رب في ولا ما فيش لنا رب. أغنية فيلم هذه كانت أول تجربة مصرية. والله ما سمعتك أنا. لا لسه بالمصري. هلا أول مرة بغني شيء خاص مصري يعني أول. هلا تركان بالقلب اللي هي هاي الورد. الورد ورايحين على بيتنا. وين أنا ألبومي؟ وين تركته؟ وين أخذت لي إياه ليكون رجعت أخذته؟ وينو ألبومي كحون المفروض يكون. صح. في رايحين على بيتنا كمان. وعملوا لك اياها مصريين ولا عملتها بلبنان؟ مصريين. عملتها بمصر كلها لانه مرات بلبنان بيكتبوا مصري. ايه مزبوط. هيدي رايحين على بيتنا. رايحين على بيتنا حطيت صورتي انا وبيي. هاد ابوك؟ هذا والدي. ايه الله يخلي لك يا رب. شو بيعمل شيء بالموسيقى؟ لا بي بعيد كل البعد عن بعيد عن الموسيقى. عائلتي كلها اصلا ما في اخواتي يعني بحبوا بس كاهلي ما في ولا حدا منهم موسيقي يعني. وانت معلق بابوك عن امك ولا الاثنين مثل بعض؟ لا اثنيناتهم بس انت مو تبع تبع البابا. لا مش كثير يعني بس بحبهم يعني بحبهم اثنيناتهم ولهم دور كبير بحياتي الفنيه. اي اكيد بس قصدي يعني في ناس بتكون بقى بزياده. ايه في ناس كتير شغلي غلط. لا لا هيك ولا هيك يعني. والله ما بتحب التعلق. انا بحب كتير. لا انا بحب التعلق بس بحب كمان الاستقلاليه يعني بحب الانسان انت يعرف عايش لوحدك؟ يعرف حاله. لا انا عايش مع اهلي وهلا اكيد في بيتي يعني بس بتروح مرات بتنام فيه لوحدك؟ ايه وما بيحكوا في بعض المطارح لازم الانسان يكون عنده هيك شوي استقلاليه. وامك ما بتخانقك ما بتقول لك شيء؟ لا بالعكس بتقول لك روح على البيت اقعد لوحدك. ايه عادي لا عم بيساعدوني بالبيت هن يعني. والله مش عندك تتجوز فيه ان شاء الله يعني بس انه لسه فكره بعيده. بعد بعيد. اي بس انا قصدي انه زبطه وهيك بس لما تتجوز رح له ما تترك. لا افتح لي مع انه تركنا الباب مفتوح. مين؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هاي عمودي. اهلين يا روحي.
اهلين وسهلين. هاي روحي هاي روحي اهلا وسهلا. تعال ينفع اهلا وسهلا. كم مره وعدتنا جايه وما تجي؟ يلا فوق. اهلا وسهلا. ازيك اسطوله؟ هاي روحي حبيبي. مرحبا حبيب قلبي. كيف؟ تمام. عامل ايه حبيبي؟ اخبارك ايه؟ اهلين مرحبا. كيفك؟ نحن ثلاثة. ثلاثة على اللبناني. على اللبناني. تاخذ طيب. أربعة مصري؟ وين بدك تقعد؟ المصري اثنين أو أربعة؟ أربعة. أنا حاسة إنك ما قادر تترك أحمد، يعني جاي على بالك تقعد جنبه بلزقه. في جنب؟ من كتر ما بتستحي. لا عود عود. ما تخاف البابا مننا. عود. حاضر مش شكرا. شو أخبارك يا حلو؟ الحمد لله. كل شيء تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. إيه رأيك في الديكور بتاع البيت؟ المنطقة فظيعة. حلو أول مرة أنا نفسي يبقى بيتي شكله كده. أنت بيتك كيف؟ لا لسه ما فيش بيتي. ما لسه ما عملتوش. وين قاعد عند أهلك كمان؟ قاعد عند أهلي. مشان هيك. لوحدي. مشان قاعد عند أهلك لوحدك؟ لا يعني في بيت لوحدي. طيب ماشي. بقى حتجنني. لا لا ما فيش جنان. قاعد عند أهلك في بيت لوحدك؟ هي قصة يعني حزينة شوية مش وقتها. يعني بقيت لوحدي كل الفريق. الفريق خلاص. شو الفريق؟ يعني راحوا؟ الله يرحمه. الله يرحمه ماما وبابا. الله يرحمهم يا رب. حبيبي مش وقته يعني. عندي ثلاث اخوات. الله يخلي لك اياهم يا رب. ربنا. طب هي نحن خلص هيك كمان. هي عندك اخوات بزياده؟ طبعا. ونحن عندنا استعداد يعني للاهتمام والمحبه والحنان يعني كثير. لا لا ده شرف ليا كبير. روح قلبي بلاش يعني تقول كده. لا عسل بقى. حبيبنا حبيبي من زمان والله العظيم. وخجول انت كل عمرك؟ لوحدي كده. حتى كنت بقابل احمد زمان كتير، كنا بنتقابل كتير وحاجات كده قبل ما يغني، وانا كنت في البدايات برضه. هو عارف ان انا ببقى لوحدي. لما كنا نخرج كنا نخرج انا وهو لوحدنا، وساعات كان يسيبني وينزل يروح مكمل هو بقى مع ناس تانيه. هو ماشي الله يعرف ناس كتير. كتير ما شاء الله. حتى لما يجي يقابلني كان يقابلني لوحدي، عارف ان انا بحب اقعد لوحدي على طول. بس هو بهاء خجول قوي يا صاحبي. فعلى طول كده انا شكل قوي. انا ما شفت قوي يعني قوي. شوف يعني. شباب كتير خجولين بس ما شاء الله ما شاء الله يعني هيك. لا بس يعني شو الطريقه نعمل لك طريقه هيك شوي تبطل تخجل بهالشكل؟ شو نعمل يعني شو لها طريقه؟ ما جربت شيء. لا هو الطريقه ان انا يعني اقعد في جو يعني تتعود علينا. يعني تتعود علينا شوي. اقرب منكم اكتر كده. ما تجيليش يعني انت بتفك بعد شوي. احتمال. ماشي يا رب يا رب هيك نشوفك بعد شوي فاكك. طب تعال نغني لك ولا تغني لنا ولا شو نعمل اول شيء؟ ولا شربك شيء؟ لا لا اللي حبيبتي. نسكافيه قهوه شاي تشرب ايه؟ بوكس تشرب؟ نسكافيه. حلو نسكافيه. قد ايه سكرات؟ طب خليك. طب لا انا بساويها بثانيه. اجي معكي؟ لا يا بيب انت ناقصك تتحرك كمان تتكعبل وتوقع من الخجل. نسكافيه كم سكر؟ اثنين بس. ماشي يا قلبي. تعال يا حمود. تعال تيجي نقول. تعال يا حمود. يلا انا بس بدي اعطيكم البوم الجديد. الله اكبر حبيبي. احمد يا حبيبي تشرب باب. ثانك يو. شكرا. بصي يا روحي نسكافيه شاي. ممكن اشرب شاي؟ حاضر. الوانه ايه بقى عندك؟ شاي الوانه ايه؟ عندنا كل شيء كلها هاجا. طب ادينا حاجه جديده كده. كان فاكره كان عندك شاي انت كده فاكره اللي هو الزهره ده اللي هو الصورة. ايه زهره كده ومش عارف في وسط ال لا مش ما عندي بس بكره شربت منه. جميل. بكره حاضر. بكره انتوا جايين هنا بكره؟ احنا بنيجي هنا كل يوم. قول يا جنال ابنا تيجي نقول ثلاث دقايق ولا هنقول حاجه بسيطه عشان مش هياخد وقت. قول يا ابن ادم. ماشي يلا قول اغنيه قديمه اذا بدنا سمع. Oh.
اخدعك كل اللي تقول ده خير لي هو ده اللي ضيعك رحال والبخت من الموال وكله بيسمعك عمال شايل بدل الجرح قلبي بيوجعك تسلم ايديكوا على الشاي الجميل الف هنا لسه ما قلت له يا كذاب الشاي الجميل لسه ما شفته ايش الشاي الجميل ده تحفه مبالغ لا ولونه مش من ما شاء الله ده فظيع شاي بيجي لنا مخصوص انا من الناس اللي بتقدر الشاي قوي والله انا ما كتير لي مرق بالشاي الاخضر بحبه هو ايه بقى فوائد الشاي الاخضر ده يعني ناس تقول لك مش عارف شاي اخضر لا شاي احمر يعني ايه فوائد الشاي ابيض لا والله الشاي ده الشاي كده الشاي ابيض الشاي كده بتهيألي الابيض احسن من الاخضر ربنا يجعل ايامنا كلها ابيض ان شاء الله بس هو الاخضر اللي بيصحي من النوم هو ما بحبش يصحى من النوم تقريبا ممكن لا طبعا لا انا بسهر لا انا بسهر انت بتسهر لاي ساعه الصراحه اشرب بقى اخضر عادي لحد الساعه لا دور ايه حموتي لحد الساعه 5 انا دقيت لك هذيك المره الساعه 9 المساء كنت نايم 9 المساء لا كنت قيلوله بنام نومي غريبه احمد انت بتسهر كمان سهير لا ما بنام قصدي لا مش سهير يعني بتنام امتى بالعاده طبعا احنا عم نذبحك بالكلام انت ما بتطيق تحكي لا لا يعني انا عايز افتكر بس انا بنام امتى واصحى امتى عشان ماليش مواعيد بس يعني عاده يعني انا عاده بنام مثلا 2 3 وبصحى 9 10 عاده بحياتي بس مرات بواصل للصبح ما بنامش مرات يعني مرات بس يعني انه بحب نظام اني نام بالليل ما بحبش ساعات ممكن اعمل كده وممكن انام برضو افضل لحد الصبح بس يعني لما بتعب او كام يوم كده عادي اخد منوم عادي اقول منوم عادي
لا ملون عادي مش ممنوع. انا لما اتعب بقى من كتر القعاد ومش عارف انام اساعد نفسي. والله العظيم انت دمك خفيف، تصدق يمكن تكون دمك خفيف اكتر من احمد. طبعا والله لا احمد ده حبيب قلبي، بس هو دمه خفيف صح جدا، بس عشان خفه دمه عفويه يعني ما يقصدش. لا انا فرحان ان انا قاعد مع حضرتك. لا بالعكس اكيد بيقصدها، ما هي هي يعني خفتها. انا فرحان ان انا قاعد معاك يعني. الله يسلمك شرفتني. والله حبيبي ما الطفك وما اظرفك، ما تتعلم منه، ما تتعلم ابدا، بس تروح معاه مشاوير. انت راجل عظيم والله حبيب قلبي. لا الدرجه دي حبيبي والله فنان. اي والله انت ما في، انت عارف انا بحس ان ما فيش فن الصبح، يعني الفن ده بتاع بالليل. يعني انا بصحى الصبح مثلا او يعني الساعه 9 الصبح. انا بقول لك الاجانب ما بيسجلوا الا الصبح. اوف جديده عشان كده اجانب. شو عشان انت عارف انت عارف عايز اقول لك على حاجه والله العظيم بجد، انا بحس ان يعني نفسي في حياتي ان الواحد يبقى عنده سيمتريه زي الناس اللي هي ايه تصحى الساعه 8 الصبح. يعني ايه سيمتريه بس؟ يعني ايوه سيمتريه. يعني حتى انا عن نفسي ما اعرفش، ما تحرجنيش يا بهاء. انا بسال يا احمد عادي. ماشي بص، يعني عندي اصحى نظام مثلاً، يعني مثلاً عنده نظام. ايوه بالظبط، اصحى مثلا 8 الصبح اروح الشغل وارجع مش عارف ايه اتغدى الساعه كذا، عمره ما بيحصل. بحس ان يعني بحس ان النظام يعني بصراحه عدو الفن. ايه طبعا خصوصي بهالشكل. يعني النظام الدائم كثير سيء، يعني هو سيء للبني ادمين عموما. يعني النظام الدائم حتى بيخلي شكل البني ادم غريب، يعني بيخليه مسيستم كثير. يعني حتى علاقاته لها علاقه بالسيستم مو بالعواطف، يعني صداقاته علاقاته حتى علاقته مع اهله تحسه فيها شيء وظيفي. بحس ان العشوائيه يعني بتولد ابداع والله العظيم، بس مش لدرجه العشوائيه يعني. مش لدرجه بس يعني انا مش كل شيء مرتب، مش كل شيء مترتب كده. حتى انا يعني بصراحه اوضتي مش مترتبه. انا مثلا لا انا الا الاوضه انت مرتبه بزياده. انا الا الاوضه حتى انت... يعني لو الدنيا عندي دار بقلبي لازم. انت بتعملي كل حاجه باتقان، لازم حتى رواجي تكون مرتبه حسب الالوان، بتغني بكل حواسها، بتطبخ لما بتيجي تطبخ بتلاقيها بطبخه ايه بس يعني باللبس بزين. بس لما بطبخ كمان انا اوقات بسلطن بالطبخ، يعني حتى بالطبخ اوقات بندمج فبتخيل فبسلطن نفس ما بعمل على المسرح. فمرات بتقلي ماما بتقلي امي تقبريني بس ما تطيري المصافي، يعني انا بس اندمج. اعطوني مصفايه من هون برمي هي، بصير هيك بصير ضاجه بدوج كثير، لانه بصير عرفت هيك انه كرييتيف مو بس هو بيحكي كلام مثقف. وحتى انا لا كرييتيف معايا، كرييتيف ومعايا كرييشن، يعني معايا كذا حاجه. يعني جايب لي كذا لغه على فكره. كان نفسك تطلع واحد ست ايه عشان تبقى منظم يعني وتعمل الاكل. كان نفسي اطلع بزياده في اولاد منظمين اكتر من البنات وخصوصي متنين. لا والله في لا ما طب مش لازم الستات يعني يبقوا منظمات. لا اصل بتعمل الاكل بمزاج. بمزاج طبعا. وبندمج بندمج في الاكل وبسلطن وبسلطن جوا، يعني جوا بنص طيب. الموضوع بسلطن مثل على المسرح. لا احنا في ناس يعني مرات، بس انا الترتيب بحسه له علاقه بالفن. الترتيب ايه بقى علاقته بالفن ده بقى؟ كثير له علاقه، انك عشان يبقى انا كده مش فنان، الجو هيك كله منظم، غرفتك غراضك اشيائك تكون منظمه ومرتبه، انت بتعرف شو تقول. يعني انا اذا مثلا يعني بعرف موضوع كثير سخيف بس اذا عم غني على المسرح وفكرت انه يا الله اوضتي منكوته كلها كثير بتضايق، ما بعرف كون مظبوطه. فلازم يعني واقف على المسرح قدامك الجماهير دي وتفكري في اوضتك. لا مش ما بقدر، بتضايق افكر اني بدي اخلص ورايحه على اوضتي مكركبه. يعني اذا كنت مثلا مسافره وباوتيل واجيت كركب الدنيا قبل ما وانا عم بلبس بتضايق. لا لازم رتبهم هيك قبل ما اطلع. المهم مو مشكله، المهم انا مرتبه انت مبهدل. هذا اللي انا بقلق وانا بقلع البنطلون بتاعي بطلع منه واسيبه وامشي، يعني بسيبه مكانه كده يعني. ايه بعرفش اعمل حاجه خالص، واحب بقى يبقى حواليا مثلا اما اقعد يعني مثلا اعمل مزيكا ولا حاجه، حاجات كده واقعه ومش عارف ايه واللوحه مش معوجه. معوجه بتقتلني. انا عارف ان ده بيغيظك. بتقتلني. امبارح انا والاباجوره يمكن اكثر من ساعه واقعد ولاقيها مايله هيك، ارجع قوم وظبطها وما كانت تزبط ولا اليوم ولا هلا. في ناس عندهم مرض في الموضوع ده؟ لا انا مش لدرجه مرض، بس بكره اللوحه الملوقه او شغله. انت كيف بتحبها يعني؟ شو بتعمل لك؟ لا يعني بحب الحياه، بتسلطنك، بحب الحياه كده شكلها. انت بوهيمي. الله انا كان نفسي اقولها بس مش عارف خدتها. انا بوهيمي، انا بوهيمي.
فعلا؟ هي بوهيمي دي بوهيمي فنانين كمان بيجيب لي هدول العظماء بقى بيجيب لي حالة يعني ايه بوهيميا ايه بوهيمي كمان؟ كمان بقى بوهيمي انا بوهيمي من بوهيمي لا شكله مو بوهيمي لا مش بوهيمي مش يعني بوهيمي. يعني مكركب هيك لا لا انا مش بوهيمي انت مش عارف بوهيمي اصلا؟ مش عارف ايه يعني بوهيمي بوهيمي يعني هيك بتحب الدنيا يعني بتحب الدنيا بتبقى كده فاهم؟ اها بوهيمي؟ لا ما بحبهاش لايسا ممكن تكون هايسا لكن لايسا كان لازم على تتجي العشاء الماضي لا لا لايسا لا انتوا ما عندكوش سكر ولا ايه؟ عنا يا بيبي حطيت لك ثلاثة انت قد ايه بدك؟ بحط يعني معلقتين شاي على كوباية سكر اوكي عرفت وين السكر بيب؟ فين يا قلبي؟ هو ده قدامك ايوه ايه بالضبط ورجيني لا مو هذا السكر بيقولوا هذا لا حبيبي هذا حليب السكرية دقيقة طب قولي لي بس قولنا قولوا لنا شيء يسلطن بهائي قلنا مواويل الله ايه. السكرية كل هذا ما لقيتها بس نزل راسك شوي بتلاقيها عند ايوه تفضل ها لقيتها زهدة من ده علي كمان يا بيبي بس تسعة حطيت لك عشان بحبك انا حرمت عيني النور واللي بنيته بسنة راح من إيدي فيهم راح من إيدي فيهم فات اللي فات وانقضى معرفش فات إزاي مهما مليت الفضاء بشكوتي عنك فات اللي فات وانقضى معرفش فات ازاي مهما مليت الفضاء بشكوتي عنك رح ارجع اللي مضى ولا حق اللي جاي قول انا عشان بحبك انا حرمت عيني بعدت عنه
على عمري قسيت علي كانت انا يا ضار وكنت بحل مرار وكنت بعمري شري انا بعطيه لا 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 انا بعطيه لا عمري يوم جرحت وانا خد حبنا لا 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 خد قلبنا خد مننا كل اللي انا معرفش انا ليه عملت القلب ويه لما انا مش حبيب ومش نصيب شكرا. انت بتغني كثير احلى بالحقيقه بتغني احلى من الاستوديو لا بالمواويل بقى الحقيقه يا لهو على المواويل وعبد الاسكندراني فين عبد الله يرحمه يلا إيه؟ بعد شوي حكينا عنه بس اشرب النسكافيه ليك كول وهذا يعني ليش انت هيك هالقد اخذ الامور يعني كول وحاطط اساور واشياء خلاص واحد يعني يعني مو قصدي كثير يعني ما تستحي بزياده جيف كله بقى لبناني ولا لا في في اغنيتين في اغنيه مصريه كثير كثير حلوه طب غني لنا اياها جوش مع مين يلا مع مين اجو عندي اغنيتين خليني نشوف لك الورد الورد كلمات محمد عاطف والحان محمد يحيى توزيع احمد عادل الله الورد رايحين على بيتنا كلمات دكتور محمد جابر والحان محمد يحيى برضو وتوزيع تمام على سيرة الورد أنا بموت على أغنية يلا الوردة. اسمع الورد حد موالة بشكل هاد شوية تغليها كتير حلوة شرف لي رأيك ما تقول هيك خلاص قال لي طبعا مين اللي مسك الورد ما تعبش مشوك فيه مين اللي مشي على الأرض ما وقعش ولا ورد الدنيا لو ما حد تاني يوم بتيجي عليه وناس كتير طيبة وجوه غير برا أنا عايزك واللي هيتضايق يتفضل يطلع برا من شوقي إليك كده كده زايد يجي 50 مليون مرة أنا عايزك واللي هيتضايق يطلع بره من شوقي ليك كده كده زايد يجي 50 مليون مرة أبص بقى عشان تبقى فاهمني وعارف أنا إيه في دماغي من الآخر أنا حبيتك يجي 50 مليون مرة وهموت روحي عليك علشان كده نتلاقى علشان أنا معجب بيك روحي جدا مشتاق هتخانق واوصل ليك لو قفلت بخناقه ما انا كده كده ميت فيك يبقى سيبها على الله لا 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 عشان اوصل للهند واتحدى اي ظروف تقابلني علشان اوصل ليك وهموت روح عليك علشان انا معجب بيك روحي جدا مشتاق اتخانق واوصل ليك لو قفلت
لك عصير كمان جوز ولا اعمل لك؟ انا بحط خيك، انا بحط. حدا بده شيء من الشباب؟ عصير مي؟ اعمل لك نسكافيه ثانيه؟ لا لا ولا شاي؟ لسه لسه هكمله. اوكي يا حبيبي بس مو طبقتكم، طبقتكم هي مو طبقتكم اللي قلتها. طلوح بيتنا طلو يا طبقتك؟ دي منين كده؟ دوق قول لي. يا حبيبي يا راريتا طبقتك دي؟ تحبها هي الاغنية؟ تحبها؟ انا مش اسمع. طب شو بدي اغني؟ انا مش عارفة. بس غني معي، بدي تغني معي غنية. او انا بقول معك اذا بدك اغنية لإلك. شو جاي على بالك؟ الاغنية دي؟ كان زمان. ماشي حاضر. بتعرف بحب كثير كثير هاي الأغنية، سمعتها من الله يرحمه يا رب رياض، كنت موت فيها. بس جيت جرب أولى طبعا قلت بس كان يا ما كان في زمان، وما عرفت. كثير مؤثرة بالنسبة لي هي، أكثر أغنية مؤثرة. كان زمان شو اسمها؟ كان يا ما كان بيت. أني واحدة كان زمان. أنا واحدة كان يا ما كان من الله. وين؟ بس قل لهم كان في الله. عشرة. تعرفوها من وين؟ كان زمان. طب يلا قولوا شيء سلطونا. كان زمان. قولوا له شيء بس يقول الدخول دقيقة. يلا قولوا. يمولها بس الدخول. راحوا
معنا كان في أمان كانت إيديهم تمسح دموعي من عيني قريبي كان يا مكان شفتي الماز ما شاء الله والله ما شاء الله عليه ما شاء الله يعني ما شاء الله بس يعني اكيد احلى من الاستوديو طيب انا بتعرف ليه انا بقول لك انت ليه بتغني ما شاء الله لا قوة الا بالله اقول لك ليه لانه انت كثير هو يعني انت كثير بني ادم يعني انت مثل كيف خلق البني ادم اساسه يعني قبل ما يتخرب بالحياه انت هيك عامل لهلا مشان هيك احمد يعني بدنا نخربك نحن يعني نطلعك ونفوتك وهيك مشان هيك هو يعني مع الناس انت لما بتحس بتشجيع بتقول احلى يعني لما بتكون مع ناس لو انك ما بتحبه وبتستحي وبتحب تفضل تكون لوحدك وما تقعد معنا بس يعني غصب عنك لما بتقعد وبنجبرك انك تقعد معنا بتكون احلى يعني سمع حاجات لازم يعني كل واحد اكيد بيزود الثاني يعني كل اللي موجود لا بس رائع يعني ان شاء الله حاجات جميله بتتقال لازم الواحد يقول غصب عنه يعني لا بس يعني رائع بيتشحن يعني ايه لانه دائما هي الطبقات بتنجاب هيك بالاستوديو الواحد بيكون متحمس هيك فيها و أيوة وشادد حاله ايه وبيقولها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه رائعه الحفله اللي عملتها كانت الحفله اللي عملتها اخر واحدة بالاوبرا كانت الانشاد الديني هو هذا مهرجان لما لا مش مهرجان كانت حفله بس في الانشاد الديني حفله واحدة ما عملت هيك شيء ما عندك اغاني دينيه عنده عندك ديني لا ممكن اكون فاكر حاجات يعني لو احمد يفكرني اقول معاه لا قصدي انت حاجات محمد عمران ما عملت على لا ما عملت حاجات محمد عمران ان شاء الله بنعمل رمضان الجاي انا وانت في حاجات طبعا للشيخ محمد عمران الله يرحمه في حاجات كده اسمع حاجات بقى بصي والله العظيم اصلا انت جبتي حاجه فعلا هي دي بقى يعني يلي هي منهم اي اغنيه من اللي قلتها انت لا عملت حفله انشاد ديني كلها النقشبندي كتير حلوه كانت كتير نسمع حاجه يعني جدعانه يا احمد انا دائما لما بكون قاعده بوب ساوي لك هالاستواره انا اعمل لك اياها ماشي لا انا بساوي لك اياها تقبر البسها يا بابا البسها انا حظبط لك اياها ولا هي بس طريقه انك ما تحكي معنا يعني ليه اربط لك اياها ولا لا ولا حتضايقك لا يعني حاولي تعملي كمان غير الربط يعني اي شيء غير الربط يعني حاجات كثير ماشي اوكي ها هربط لك اياها هيك تمام ما بقى تلمسها اذا بشوفك عم تلعب بالاسواره يا ويلك مني ماشي ها وانا برجع افك لك اياها وقت بدك تفكها اوكي طب تعالوا غنوا لنا شيء من هذا الديني هي لاجل النبي هاي قلت لاجل النبي برضه حافظة بوب؟ لا هسمع من أحمد طب هلأ قلت بتعرفوا الشيخ؟ ده محمد عمران ده حاجات تانية شيء تاني أوكي حاجات تانية تحب تقول حاجة محمد عمران؟ لا قوله أنا عايز أسمع يلا قول لأجل النبي نرد وراك طب نرد حاضر. بوب حاضر رد جوجي yeah. وين لأجل النبي؟ توبه 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 يا رب يا رب توبة نصوحة يا رب توبة يا رب توبة 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 عن كل عاصي يا رب توبة يا رب توبة نصوحة بعد عصياني بعد عصياني
قبل ما اشيب وانحني وامشي بعصياني. القلب نادم، القلب نادم، القلب نادم، وليه العين عصياني 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 عصياني. يا ريت دموعها تسيل، يا تجري على الخدين تتوي صحايف ذنوبي ذنوبي بعد عصياني. ولاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي. يا إله الكل كل كل، لاجل النبي، لاجل النبي، انت عالم بيا كلي كلي، لاجل النبي، لاجل النبي، يا إله الكل كلي كلي، لاجل النبي، لاجل النبي، انت عالم بيا كلي كلي، لاجل النبي، لاجل النبي، يتهموني انت عارف، يظلموني برضو شايف، يتهموني انت عارف، يظلموني برضو شايف، عيرة بابا يحصل يحصل. أنا في جاه النبي ترحم عبيدك والنبي، أنا حبيبي حبيب النبي، القعدة حلوة عند النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي، لأجل النبي، لأجل لأجل النبي. الله 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 الله. ايوه اهلين
كانوا سهلين. شو هالحمله اللي حاملتيها يا سوز؟ على بالك على بالك على بالك على بالك. لا بتوصلي بتوصلي. يلا انا ماسكتك وتسلم ايدك. هاي يا عمري اهلين وسهلين. الحمد لله مشتقت لك. تسلم ايدك يا رب. تعالي تعالي بقى. انا بشيل النص نص الطريق وانت شلتي. تعالي مساء الخير. اهلا وسهلا. وشوفوا شو جابت لكم اكل بجنن. زيك عادي سوما اخبارك؟ ربنا يخليك. وديها مودي على المطبخ. ايه انا شايلها بقى كل الطريق وانا جايه. انتوا واقفين في المطبخ مشان تاكلوا فواكه بتجنن. تسلم ايدك يا رب. شكرا كثير كثير. حاطه مارشميلوز بقلبها يعني روعه. للصبح هناكل كل الحركات. اهلين وسهلين. الف مبروك ان شاء الله. ولدتي ما شاء الله الحمد لله. يعني ما شاء الله بس رجعتي بسرعه عجيبه. ما هنا كان لازم اركز بقى. بتلعب رياضه؟ لا بدون رياضه هيك رجعتي. برافو عليكي. بقلل بقى الاكل خالص. يعني متعوده بقى لي فتره على انه انا يعني ما اكلش كتير. يعني حتى وانا حامل ما كنتش تخينه خالص. يعني ما تخنتش. اي ما كنتي كتير. بس انا وقت شفتك ببدايه حملك كنتي. لا كان في الخامس. خامس ما شاء الله. ايه لا طبعا لا كل مره فركزت بقى كويس في الموضوع. اي برافو عليك. قد ايه عمر بنتك؟ قد ايه صارت؟ يعني بدات 9 شهور. 9 شهور. ايه هلا كل شوي بتحلى. يعني كل شوي بتجنني. ايه بتجنن. الله يحفظ لك اياها يا رب. شو اسمها؟ مريم. مريم احلى الاسماء. الله. اعشق هالاسم. يعني ايه واحد من الاسماء مريم. يعني انا مو كل الاسماء القديمه يعني بتستهويني بس هو اسم مريم كثير بحبه. انا بس انا عايزه اقول لك انا هيك يعني انا ما ركزتش انه انا اسمي مريم. يعني انا من اول الحمل لحد ما جيت اولد انا ما كنتش مركزه هسمي بنتي ايه. يعني مش عارفه يعني محتاره جدا. شوفي كان اسماء ابوها اللي سماها. ابوها اسره فنيه. هو لعلمك هو سماها قبل ما اولدها بيوم وانا كنت عارف ان انا هولد ثاني يوم. سبحان الله. يعني هو قال لي احنا ايه رايك نسمي مريم؟ قلت له مريم مريم بس اخلص يعني استولد. ثاني يوم ولد. سبحان الله. يعني هو كان هو بيقولوا الولد البيبي يعني بيجي ومع اسمه. مع اسمه. سبحان الله. لسه ما عندك ولاد؟ يا قلبي لا لسه. يلا ان شاء الله يا رب هيك بنروح بنوقف لك. وهو انت بتعرف الاولاد بكره كمان بيساعدوا انك بتصير عايش في ضجيج دائم فبتصير بتهرب فبتصير بتعمل اجتماعيات. مظبوط. احنا يعني انا العيله يعني بتصوري العيله عندنا في زيطه واولاد كتير. زيطه واولاد بالبيت كلهم بيكونوا يعني بيجوا يقعدوا معايا حاجات كده. انا بحب الاطفال اصلا فنفسي يعني ربنا يعني ان شاء الله يا رب. الله بيعطيك يعني 6-7 اولاد يا رب. يا رب. 2-2 حلوين التوأم. بتعرف من احلى التوأم رائعين. يعني ان شاء الله هيك الله يبعت لك توأم اول شيء. بس انا اعتقد 6-7 دي بهاء مش هيكون موجود معاهم بقى خلاص. كتير؟ لا قليلين جدا. 6-7 3 كفايه؟ عارف 6-7 يعني 3 مناح حلوين. 6-7 فريق فوتبول صح؟ ليه؟ والله يلا ما كثير يعني لو حدا له خلق عليهم وهيك هن رائعين. 6-7 طالما صبرت كل ده يبقى احتمال تجيب 6-7 في بطن واحده ان شاء الله. تلاقيك مخزن هتجيب 6-7 في مره. في واحدة اجنبيه جابت اكتر 9 يلا 9 ولا 11 حطوا 11 كمان. حطوا على بعض هيك ولاد مثل بعض. صدقيها اصلا. سوما انت ما عملتي ما نزلتي لسه البومك؟ لا لسه. لسه طبعا مشغوله. ومين مين حدا بيقعد ببنتك؟ مامتي. ماما يعني اعتقد ان هي عارفه ماما اكتر مني. يعني بالحياه هي عارفه ماما اكتر مني انا. اكيد يعني مرتبطه بماما اكتر لانه انا لما بنزل كتير بسيبها معاها. اي طبعا. بس هي دلوقتي بدات خلاص تخلي يعني بدات تاخد بالها مني بقى خلاص. هي تركز معايا بقى لو جيت اخرج تعيط مش عايزاني انزل. لا لسه على كمان بعد شوي بصيروا بيمسكوا برجلك هيك وبيعملوا. هي عندها قد ايه؟ 9 شهور. ما شاء الله. انت كنت نايم وقت سالتها قبل شوي؟ لا انا بس بغيب شوي كده بريح ساعه كده كلامك برضه سالتها يعني قبل ما في نص دقيقه حمودي. مش مركز احنا خالص. لا مركز والله بس يعني الموضوع مش شاددني قوي. عندك حق. طب اعزفوا شي شغله. قولوا شي شغله. شو بدها تقول سوما لبين ما اعمل لبهاء شاي؟ هعمل لك شاي. اوكي اجباري اجباري الشاي. طب ممكن اجي اخضر؟ تعال يا عمري تعال اخضر ولا خلي بالك هو يلعب في حاجه. هو يلعب في حاجه في المطبخ. مين ديو؟ خلي بالك. بهاء غنيت انت وسوما صح؟ يلا هلا كمان انا حافظته. هلا بغني معكم سوما ده البوم الجديد. قولوا نغموا عليه وقولي شيء انت.
قولي لنا شيء موال يا أم السوس. ممكن ممكن نقول ده حبيبي كده يعني، ابدا بدايه كده. معايا بقى مركز دلوقتي يا احمد؟ اغني ركز. اول ما تغني تلاقيني ركز اتكلم. لا خلاص مش قادر اعيش من غير حبيبي ولو دقيقه. ايوه هي دي الحقيقه، قلتها لكم واعرفوا. هاتوا لي سلام ايدي او حتى نظره من عيني. لو عرفتوا حالي من غيره وازاي تعرفوا. خلاص مش قادر كانت انا وبهاء دويتو. اول اغنيه هي الديو. كانت اول حاجه انا عملتها دويتو مع بهاء. طب بتعرفوا من وين يا شباب؟ وين يا
بدي طب حدا بدكم قهوه شو يا حبيبي صحيت الليل علشان فكرني بحضنك يعني اللي شغلني ده شغلك يعني اللي جرحني ده جرحك يا حبيبي خلاص ارتاح ده انا روحي مسلطنة. بوب بما انك انت كتير كول وهيك تعال ساعدني بالاكل على العشاء على العشاء غامودي تعال اي مساعده يلا تعالوا لي انت حبيبي الله شو حلوه ولربينا ولربينا سوا انا حودي السلطه هي بس بس تجيب يا بنتي انا عايز اقول لك انه انت جيتي يعني يعني انا مش ممكن انا شاطره جدا في المطبخ ما بعرفش اعمل اي حاجه معلش المره الجايه هجيب انت ازاي تنسيني بقى احملي هاي احملي هاي الخشبه هي هي ماما معقول السكاكين يلا روحي على الطاوله روحي على الترابيزه احسن حاجه ريحتي البلبل يلا مود قولكم توقعوا الطبق تكسروها بعرفكم خلينا خلينا تسبقنا سنين طب سلام عليكم حبيبي تعال تعال لوين رايحين احط طبق في ايده ورايح بيه هناك لوحده خلينا حطيها بس مشوار اي حدا حطها جنب مواصلة حطي هاي هيك اي وحده الله يرضى على اسمك يا رب يا ابو بالاكابر انت يعني انا يعني انا العيد بجيبها طبعا خلاص بقى خليك كده عيد تشاوي حطها تفضلوا اساتذه تفضلوا 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 عود 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 بدي اياكم تدوقوا هذا هذا رز البنزيلا يلا انا بسكت عود يا عيوني سالتك حبيبي بيت حيلة حبيبي انتي حيلة انا هذه اصلا حطيك قولي بس بعد بس لا يا شباب جيجي بعد شريف شباب اندرو اندرو يا اندرو قلت لك اصلا ما بعرف صح وين رحتوا شبكم ما تكون تعشوا لك شو بقى خير في حاجة ما تكون تعشوا لا احنا من شوية اكلنا اكلتوا من شوية
بيب هولي إليك هو. لا حط لحدا حط يلا بوب شكرا اهلا وسهلا صحتين يلا حمودي يلا يا عمري والله قعدت جمعة اشتغل فيهم هاو شو هني هاو ايه هي اسهل اكلة عموما بالعالم واطيب اكلة اللي هي ايه رز بازيلا لا ما بدي انا ليش ليش بدك انا شوف هاي المكرونة هي الصراحة الصراحة مشان ما اكون كذابة يعني المكرونة هي اختي اماني عاملتها بجد تعملها رائعة تصوري انه انا بتصدق ما كنت اكل منها البشاميل البشاميل ما بعرف اعمله ما كنت اكل منها يلا اسكت وكل خلاص شوف تفضل يا عمري انت تفضل ما حطينا لك صورتين احط لك من هي او احط مع هديك لا انا تمام